الفقرة التانية هي فقرة المنتخبات. سهلة. كل فرقة هتختار منتخب أسألهم عنه ثلاث أسئلة. هنبدأ بفريق شوقي وفوزي. حاضر. الأرجنتين برضه من الأسئلة حتى هتجيبها منين؟ ماشي هتبقى أصعب. طب استنى صح. استنى. اهدى يا عم. أنا بشجع الجزائر. طب الأرجنتين. واحنا حتى لو سمعنا عادي مش عارف احنا لو سمعنا عادي على فكره عادي احنا لو سمعنا عادي اه حلو بصوت واطي ولو قلت لك هتأثر عليا امشي صح بقول لك ايه والمصحف عادي لو سمعت ارجنتين على خير ايه ما قلنا كده من الاول يلا عم هو كده كده اسئله يلا يا باشا هو انت حط ايطاليا ليه ما صعدتش كاس عالم ما صعدتش الحمد لله الحمد لله صعدت ربنا كبير السؤال الاول مين هو هداف الارجنتين التاريخي في كاس العالم؟ لا 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 باتستوتا اجابه صح ايه ده؟ كم مره الارجنتين خرجت من الدور الاول في كاس العالم؟ انا عارف 2002 انا عارف 2002 برضه هي في اختيارات المفروض لا دي ما فيهاش اختيارات ثلاث نتائج الماتشات اوكي مره واحده غلط طبعا ثلاث غلط ثلاث مرات ثلاث ايه ده ثلاثة وبتقولها بثقة انا مسكت ليه طيب؟ انا رميتها وخلاص انا رميها سيبني اقولها التالتة بيه تسيبني اقولها منك للناس سلام طيب يا باشا مين أكتر لاعب أرجنتيني لاعب ماتشات في تاريخ كأس العالم؟ مارادونا صح انا بقى اهي العود يا ابني كنت سيبني اقول ثلاثة يا عم اقعد كده فريق فوزي وشوقي اتنين من ثلاثة الحمد لله فريق عزيز ومحمود هتختاروا فريق مين؟ انا قلقان عليهم ضغط كريم والله انا قلقان عليهم ضغط بص بقول لك هو لو اتفضل الشك يتسرب لقلوبهم ونضاراتهم فما حاجه ما نعرفش فرنسا اوبا هيقلبوها علينا ولا البرازيل اصل البرازيل برضو عارف انت تاريخه كتير قوي تاريخه كتير قوي المانيا زياده على اللزوم صح تعرف نلعب فرنسا فاهم فرنسا بقول لك بلجيكا فرنسا كم مره فرنسا خرجت من الدور الاول في كاس العالم طول عمرها ما تعدش يا جيمي او ما بعدش يا جيمي من الدور الاول مثلا ممكن نخبط بتاع خمسه مثلا مش كتير هو اساسا ما يستاهلش ما كانوش بي ما كانوش بي تعرف امير البحار اربعه بيقول له ده اسمح لي اختبرك يعني تعالى اربعه من خمسه لا خمسه كتير اربعه عارف وثلاث خمسه غلط اربعه قول اربعه ست لا شوف احنا لسه بنفكر لا 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 30 ثانيه خلص الوقت خلص اصلا في 30 ثانيه احنا هنقعد لغايه بكره في تايمر 30 ثانيه الحمد لله السؤال الثاني في المسابقه دي مين هو اكتر منتخب فرنسا لعبت قدامه في كاس العالم منتخب كبير طبعا صح لا ما تهزش راسك بعد اذنك هو ايه ده هو ايه اللي بتهز راسك يا عم بعد اذن حضرتك يعني خليك فين يعني لو هي بيلعب قدام رومانيا هيلعب قدام رومانيا وقت بس عشان الوقت والنبي برازيل تايمر قدام برازيل غلط ايطاليا اديهم السؤال الثالث يمكن يشتروا نفسهم خلاص السؤال الاخير مين هو هداف فرنسا التاريخي في كاس العالم جوست فونتين الله برافو 13 سقفوا لنا يا جماعه ولا عملوا اي حاجه يا رب يلا